في النهاية هو يقول جلسة، هو مشروع للنقاش ولم يقر بعد، وفي جلسة نصح. هذه الجلسة مكونة من شيخ أزهري ومن قس ومكونة من رجل قضاء. طيب أنا هاخد الجانب الآخر مولانا، وهو مسألة إمتى نضع، يعني آسف يعني نختفي، بلاش نضع رؤوسنا في الرمال، ما بحبش هذا التعبير، ونقول ما فيش مشكلة. ما هي في مشكلة أن نواجهها أحسن ونحط لها تنظيم ونشرعها قانونا، ولا نسيبها مخفية كده كل شوية زي النار تحت الرماد تشتعل ما بين الحين والآخر؟ لا، الحقيقة التي لا مواربة فيها ولا أنصاف حلول، الشريعة الإسلامية لا تقبل إطلاقا أن يرتد مسلم عن دينه ويعتنق دينا آخر. قلت لك لحضرتك، ومن شاء فليؤمن ومن شاء لا، قبل الإسلام، قبل الإسلام. إنما مسلم هذا ملتزم بعقد مع الله عز وجل، لا يملك أن يخرج على هذا العقد. وإلا حضرتك لو أجيز مثل هذا سنعطي المبررات لجماعات العنف المسلح، لأنه سيتمسك بالحديث النبوي الذي رواه البخاري: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والقاتل للنفس عمدا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هندخل في دوامة عقوبة الردة، هل هي عقوبة مشروعة في الدنيا أو ليست عقوبة مشروعة؟ وبالتالي سنفتح أبوابا المجتمع خاصة في هذه الظروف وفي تلكم الآونة، والإرهاب يحدق بنا أو في داخلنا، فنحن في غنى عن فتح هذه الأمور. لأن أولا حضرتك، أنا أقول لك كمواطن مصري وأستاذ أكاديمي، دعني فيك مواطن مصري، هو معظم التحول الديني في مصر بيرتبط بالعشق والغرام، العشق والغرام، صدقتي فقط. شاب أحب فتاة من أيا كان اختلاف الدين، إنما كقراءة علمية متجردة لا. لو أن أتباع الشرائع، يعني لو أن القس في مواعظه الرعوية، أو لو أن الشيخ في مواعظه الدعوية يقدم صحيح ما يعتنقه، ما وجد لا داعش ولا الأجناد ولا الإخوان ولا السلفية الجهادية.